لهم غصن النما بالمحبة يلونا يحبهم ويحبونا يذكرون يسبحون في الصلاة يخشعون كم بكت منهم عيون حين راحوا يرجون يحبهم ويحبونا ليلهم نور أضاء بالدموع وبالرجاء شادهم يوم اللقاء ما رأوا يوما دونا يحبهم ويحبونا الحمد لله الحمد لله الملك القريب السميع المجيب الذي يتودد إلى عبده ويرحمه فيحرك في قلبه معنى الشوق إليه لينيب وصلى الله وسلم على أكرم حبيب وأشرف من هو إلى الله قريب وأشرف عبد إلى الله قريب سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد لا يزال الحديث تعرضا لمحبة الله يحبهم ويحبونه يجول بنا في أسماء الله سبحانه وتعالى التي نستشعر من خلالها ونذوق بها ونطلع بضيائها ونورها على معان لمحبة الله تعالى لنا نزداد بها حبا لله وتحببا إلى الله وكان الاسم الذي مضى معنا في الحلقة الماضية هو اسم الله الرحمن الرحيم بعد أن كنا قبلها مع اسم الله الودود وإذا استشعرنا أن الودود هو الذي يتودد أي يبرز حبه وأن الرحمن الرحيم هو الذي يسبغ رحمته فيعامل بالإحسان ويقرب البعيد ويعطي المحتاج ويحسن إلى المسيء استشعرنا بعد أن نذوق معنى أنه الودود ونعيش معنى أنه الرحمن الرحيم لا شك أن كل من تأمل هذه المعاني شعر بالقرب من الله عز وجل الاسم الذي نخوض فيه في هذا المجلس في أنواره اسم الله القريب الله عز وجل قريب في زمان غلب فيه على الناس استشعار وإحساس فقط بالماديات فصارت الناس لا تعيش إلا مع ما ترى وتسمع إلا مع ما تلمس ما تتناول احتجنا إلى أن نعيش معنى أن الله عز وجل قريب كان بعض الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول له أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه من عظمة اللغة العربية أن لكل مفردة معنى يكون أدق من الأخرى أو يظهر الفرق بينه وبين الأخرى فلا تكرار في كلام العرب نناديه العرب تقول ناديت فلان لأنه في بعد وناجيت فلان لأنه في قرب المناجاة خفض الصوت بالكلام قال الصحابة أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه فجاء جبريل بالوحي الثقيل على حبيب الله الجليل بآية التنزيل يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي قال الله عز وجل وإذا سألك الخطاب هنا موجه إلى سيدنا محمد وفي هذا إشارة إلى أن المفتاح للدخول إلى معنى قرب الله والإحساس بهذا القرب هو الصلة بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم محبة واتباعا واقتداءا واهتداءا بهديه وسنته فإذا سألوك اتضح لهم قربي وإذا تخلفوا عن نهجك لم يشعروا بقربي وإذا سألك إذا أداة شرط عند العرب
يتحقق جواب الشرط إذا تحقق فعله، فعله إذا سألك جوابه تقديره فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا سألوك فلا أحتاج أن أقول لك فقل لهم إني قريب، لا، مباشرة بمجرد أن يسألوك سيستشعرون قربي، سيجدون قربي منهم. وإذا سألك عبادي، تأملوا هنا قول الله عبادي، نسبنا إليه، عبادي عبادي، نسبتنا إليه بالعبودية كافية في استشعار القرب قبل أن يصرح بقوله فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني، هل نتذوق هذه الكلمات يا إخواني؟ الله الذي يتكلم يقول لسيدنا محمد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. استشعروا معنى أني قريب يا معاشر العباد، واستشعروا أني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني بما شاء، بالنداء أو بالمناجاة. نحن قلنا قبل قليل أنهم سألوا أبعيد فنناديه، لو نادوا فأنا أجيبهم، أو ناجوا فأنا الذي أجيبهم. أنبياء نادوا ربهم سبحانه وتعالى، لماذا قال هنا نادوا؟ نادانا فلنعم المجيبون. النداء هنا ليس لبعد الله، لكن الذي يتكلم يشعر أنه في خطر، قد تستشعر بسببه نفوس من حواليه أن النجاة بعيدة، أن الفرج بعيد، أن الدرك من الله تعالى قد لا يسعفه بسبب شدة الحالة التي هو فيه، فينادي يصرخ يرفع الصوت، فلنعم المجيبون سنجيبه. أو إذا استشعر العبد في لحظة مع أن الله قريب لكنه استشعر أنه هو العبد بعيد، في لحظة يشعر فيها العبد أنه قد صار بعيدا بذنوبه بمعاصيه بغفلته بانشغاله عن الله بتشبثه بالدنيا، شعر أنه بعد، ما عاد يشعر بذوق القرب، إذا سجد ما يشعر بلذة السجود، في تلك اللحظة يشعر أن هناك حجابا بينه وبين الله، الحجاب في داخله هو من نفسه، فيصرخ من نفسه في نفسه لينادي الحق عز وجل، يا إلهي يا ربي يا رباه يا غوثاه. هذا النداء الذي يشعر الإنسان فيه أنه بعيد يأتيه العطاء من الله بالاستجابة من الحق، فيشعر أن الله منه قريب وإن كان هو بعيدا عن الله عز وجل. فليستجيبوا بي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. سبحان الله يا رب، نحن نؤمن بك، فلماذا قلت هنا وليؤمنوا بي بعد أن يقول أنه قريب، بعد أن يطلب منا أن نستجيب؟ نستجيب لماذا؟ المجيب هو الله تعالى، وسيأتي الكلام عن اسم الله المجيب. كان نعم أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإذا أعلمتهم أني قريب وأني أجيب دعوتهم فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لندائي، فليقبلوا علي، فليطلبوني، فليطيعوني لعلهم، وليؤمنوا بي، أي أنهم إذا استشعروا قربي مع أنهم لا يروني لا يسمعوني، لست بمن يمس، لست بالذي أعرب بالحواس في هذه الدنيا، بما أنهم آمنوا بي وأنا غيب بالنسبة لهم، مع ذلك شعروا بأني قريب، هنا سيشعرون بحقيقة الإيمان. أعيد ليتضح المعنى، الحق سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب، نحن لم نرى الله ولم نسمعه وهو غيب عنا، ونفوس البشر خصوصا في زمان المادة الذي نعيش فيه تتعلق أكثر بالذي تراه وتسمعه وتلمسه، بالشيء المحسوس. لكن الحق عندما يخاطبنا يقول لنا فإني قريب، يخرج هذا الحجاب، يحطم هذا الجدار الذي بيننا وبينه، الجدار الذي في أنفسنا من أن تعلقنا فقط بالمحسوسات، نريد الأشياء المادية المحسوسة، يقول لنا فإني قريب، فإني قريب، فإني قريب، أي حطموا هذا الحاجز الذي أقمتموه بيني وبينكم بتعلقكم بالمحسوسات. هذا المعنى تكرر في القرآن كثيرا، نسمع سبحانه عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال مقاتل من تلاميذ ابن عباس حبل الوريد هو الحبل الذي يوجد في العنق، أي أقرب ما يكون، الذي يضخ الدم للإنسان، إن قلت وريد العنق أو قلت وريد القلب، الشيء الذي هو من داخل الإنسان
الذي يضخ الدم الذي يتصل بكل شيء في الإنسان هو الوريد. وإذا قلنا أن الله أقرب إلينا من الشيء الذي يتغلغل فينا من الوريد الذي يضخ الدم أو يأخذ الدم من كل جزئية من جزئيات جسمنا، الله أقرب إلينا من ذلك. استشعرنا عند سماعنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، استشعرنا أن جميع الماديات التي انشغلنا بها، أن الشهوات والمتع، أن الأصحاب والأبناء والأزواج، أن هذا الوجود أجمع الذي نراه ونسمعه ونحسه ونلمسه ونعامله بعيد إذا قيس حاله بقرب الله تعالى منا. حبه